خلاص خلاص انا هديله فرصته بقى دلوقتي. هنعمل ايه يا عم سوري بقى؟ مثلا المشهد، فكره المشهد ايه؟ طيب احنا مبدئيا أيوة. حابين نعرف فكره البرنامج هو كان بيتكلم عليه. ايوه برنامج مذيع لاول مره. أيوة. احنا كنا بنجيب مذيع عندنا ثلاث فقرات كده، بنجيب طفل وبنلعب معاه لعب. اول حاجه خالص تعالوا نبدا باول فقره فيها، وهي كانت فقره اللبس. المذيع الشيك لازم يلبس لبس شيك. عشان كده قبل ما نبدا اي حاجه لازم نختار لبس من هنا، وانا اختار لكم اللبس. اتفضل اتفضل يا عم سوري. يعني مثلا ايوه اختار لنا حاجه على ذوقك كده. فيروز. اه دي هايله على فيروز. ايه ده؟ اتفضلي اتفضل يا روزا. اتفضلي اتفضل. الف مبروك يا روزا. الازرقات حلوه برضو. ايوه ممكن الازرقات حلوه. لا اوعى تقول لي لا 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 خد بقى فين. اه تحفه دي. دي بقى ايوه من نصيب. ايوه يا ترى نصيب مين؟ يمين. آه. مين؟ ربنا يستر. نصيب مين؟ آه. ايوه فيروز برضو. اه لان دي بقى كده تبقى عامله كده كده حلوه قوي يا رزع علي. شيك شيك. هتاكل منك حتتين. هو فاضل بلتكانه بس والموضوع كده. اه ابا دي بقى اللي كنت شايلها للتقيله. ايوه دي بقى من نصيب مين؟ ايوه مين بقى؟ تخيلوا انتوا مين؟ طبعا برضو فيروز. لا 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 دي من نصيب مين؟ اه فيروز. اه شباب النهارده يا روزا انت متألقة في اللبس قوي ما شاء الله. مش حلوه بي. جدا جدا حلوه قوي. بتضحك. اه بصوا دي راحه لوحدها. اه برضه فيروز حتى انا مش هتكلم. هي هتلاقي بص راحه لوحدها على صاحبها. اه راحه لوحدها اهي. ابو العناتير. خلاص يا جماعه بقى ما حدش يتكلم اكتر. مش ممكن. لا لا ايش يا كدي؟ ايه رايكم بقى؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ مش ممكن. ايه ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه يا ابيض يا اسود. بص بقى يا ابيض. ونكمل الطقم بقى. نكمل الطقم. ايوه عامل ازاي؟ بعد عامل كده. ايوه تمام. حس ان هو عامل زي الاوريو بالظبط. حته بيضة وحته سودة. اوريو خالص. ايوه ايه تاني يا عم سوري هنلبسها؟ لا ده لسه لسه لازم المذيع الشيك. ايوه لازم يطلع شياكه كده و... لازم يطلع شياكه. ده سوري بهدلنا خالص. طبعا تعالى بص دي بقى رايحه بس مش لوحدها. مش ممكن. هو ده. اها هو ده طائر الليل الحزين. اه البطريق. بطريق طائر البطريق الحزين. بص وانا متوصي بيك. بص ده لونه ايه؟ اسود. آه. وده لونه ايه؟ اسود. عشان يليق على بعضه. عشان يبقى لايق على بعضه. ايوه انت بهدلتنا خالص. هو لو يحلق بس. وطبعا لازم الايه؟ الاسود الشياكه تكتمل. يتكسر بالابيض. انت بتعمل ايه انت التاني؟ لازم يتكسر بالابيض. تحط ايه على راسي؟ بس كده بقى. ايوه انت عاوز تطلع راسك؟ ايوه انا كده بقيت كده بقيت انت الحاج سفرات وانت المعلم عنتور. ودي اللي معلمها اسامه. وريني كده بقى شكلكم. اها تحفه. ما طبيعي. انا منبهر. انا في غايه الانبهار. الحقيقه انا حابب اشكرك واشكر الانتاج والاخراج والاعداد كمان عشان بيتعبوا معانا وبيكتبوا الحلقات ويجهزوا لبرنامج ويختاروا لنا ضيوف جمال يعني من غير الاعداد. خلاص بقى يا عنتور انت هتفضل تشكر في الاعداد لبكره. مش انا اللي بشكر يا سفرتي. امال مين اللي بيشكر يعني؟ الاعداد هم اللي كاتبين لي اقول كده في اللوحه. يعني بيشكروا في نفسهم. وانا حافظها من الاسكران. لا لا ايوه. طيب احنا ايه يا سوري انت احنا ظلمناك ولا ايه؟ قولوا لي كده ايه رايكم في اللبس؟ اللبس على بس فكره بس بجد انا بشكر يا سوري. اه طبعا. وبشكر الانتاج والاخراج والاعداد طبعا بنشكره صفحتين شكرياتهم عشان انا اول مره في حياتي البس لبس شيك قوي كده. ده اشيك لبس لبسته في ماي لايف. انت طول يور لايف وانت شيك جدا يا عنتور. ايوه فعلا يا سفراتي. شكرا. لا داعي للهتاف. انا بقى بشكر برضو الانتاج والاخراج والاعداد والمصورين والاضاءه والكنترول والفنيين والموظفين والعاملين وشارعنا والشوارع المجاوره. واحب اوجه الشكر للساده المسؤولين عشان ده أسوأ لبس لبسته في حياتي. ليه كده بس؟ انت عارف ان احنا بنفكر. استنى ده مش لاقي على بعضه خالص. احنا بنفكر اصلا تفكير جدي ان احنا في القناه نلبس المذيعين كلهم لبس موحد. توفيقا للانتاج. بس انا بصراحه معترض على اللبس ده.
ليه؟ ما اعرفش، انا معترض على اللبس ده، انا مش هشتغل في القناه دي خلاص. لا لا لا، اللبس ده شيك جدا، وحتى نسال فيروز ايه رايك يا فيروز في اللبس ده بجد. ولا الحق ولا الصراحه؟ الصراحه 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 الصراحه، هو غريب ومضحك ومش عاجبني ابدا ابدا ابدا. شفته؟ شفت انت؟ شفته اهو، فيروز بذاتها بتقول اللبس ايه حلو جدا جدا إيه؟ جدا، وهتلبسه على طول. لا انا بقول مش عاجبني اهو اهو. لا عيدي له الجمله تاني، واضح ان هو مش فاهم. بقول مش عاجبني. طيب فيروز بتقول اللبس مش عاجبها. طب قولي له عاجبك كده، قولي له عاجبك. فبالتالي فيروز عشان مش عاجبها اللبس، واللبس معجب بيها جدا وشكله شيك جدا عليها، انا هكلم المخرج وهكلم اداره القناه ان فيروز تلبس اللبس ده على طول. لا مستحيل، ان ده مش الاوتفيت بتاعي. ايوه شيل اللبس ده من عليك يا فيروز، شيل اللبس. لا 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 لا، شيل اللبس بقول لك. احنا فيروز يا جماعه هكمل باقي البرنامج كله باللبس ده، ايه رايكم؟ لا لا انا مش موافق أبداً. لا انا مش موافق طبعا. ايه ده؟ ايه يا عم سوري اللي ايه رايك بقى؟ طب ما تجرب انت باللبس الشيك دوت يا سوري انا ته. وايه رايك لو نبدا الفقره الثانيه من البرنامج؟ طيب دلوقتي هنبدا الفقره الثانيه من البرنامج، بس هطلب منكم طلب. ايه هو بقى؟ هخرج بره وانتوا تدخلوني من الاول وكانكم انتوا المذيعين وانا اخش عليكم. لاول مره يعني؟ لاول مره. انتوا المذيعين وانا حامل دوري في البرنامج، انتوا هتمثلوا الاطفال اللي جايين. يلا بينا دوري في البرنامج. اتفقنا؟ جاهزين؟ يلا بينا. يلا اخرج بقى دلوقتي يا روزا، قدميه بسرعه بقى. قدميه بسرعه يا فيروز. احب ارحب بكم يا كل جمهورنا في حلقه النهارده مع الضيف الجميل. اتفضل يا ضيفنا. خلاص. طيب اهلا يا سوري، انتوا جايين اختبار تمثيل تمام عشان تبقوا مذيعين لاول مره، وانا اللي عامل لكم الاختبار ده. بس الاول بس عرفنا بنفسك. هعرف كل حاجه بقى ده. انا عايز اسالكم سؤال كنت بساله للضيوف اول ما بيجوا. دلوقتي المذيع لازم يتوفر فيه ايه عشان ينفع يبقى مذيع؟ انا عرفت. الاسئله الصعبه دي، الثقافه، يكون مثقف. برافو. ويكون شاطر في اللغه العربيه. برافو. عشان لو في برنامج باللغه العربيه يكون شاطر فيه، وبس لازم يكون عارف اسئله مثقفه يعني وكده. لازم يكون عارف مين اللي بيقدم البرنامج ومين اللي بيخرجه ومين اللي بيكتبه كده. برافو. طب وسفرتوا عن طول عندهم معلومات؟ احنا عندنا معلومات بس متكتمين عليها. متكتمين عليها ليه سر؟ علشان هي اسرار ما نقدرش نطلعها دلوقتي. اسرار المهنه. ايوه متكتمين عليها مش هنقولها دلوقتي. مكتمينها قوي. انا مهمتي بقى اطلع على الاسرار دي منكم. ايوه من غير ما تاخدوا بالكم. ايوه من غير ما ناخد بالنا يعني. عشان كده طب خلاص معاكم لعبه. ايوه العب معانا لعبه بقى. يلا بينا دلوقتي. انا هطلب منكم انكم تسالوني شويه اسئله وتقدموني ونشوف انا هتعامل معاكم ازاي. انا في البرنامج كنت بحاول احط المذيع لاول مره في ورطه واشوف هيتصرف معاها ازاي. الورطه دي انا هعملها دلوقتي ونبدا بفيروز. ماشي. اول حاجه عرفت عن نفسك واسمك ايه وعندك كام سنه وكده. جمبزي خشندوق شوف باتي بابولي. ايه زي كلخ شندوق فاتي دلابو. مش ماما مين حضرتك؟ اجندوبو اجقت. ايه ده انا مش فاكر اسمي. فاكر اسمك. طيب اساله سؤال تاني يمكن يعرف يجاوب. من اعز اصحابك؟ جوكو جنبو فزج. ايه ده؟ افتكرت. ايه اتفضل. انا وقعت ووقع عليا طوبه واتزحلقت في قشره موزه وراسي اتفتحت وخدت 8 غرز، والدكتور قال لي فيروز الوحيده اللي هتعرف تعالج لك الموضوع ده. بس خلاص فهمنا، دي مشكله كبيره وعويصه ولازم نحلها، بس بعد جوكون 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 يا روزا. فاصل ونرجع لكم تاني. لا وجود وجود غلط وجود 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 نرجع لكم تاني. وكل ده تمام ونرجع لكم تاني. انا سفرو او انا 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 انا